هذا يقول نادر. نعم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: كان الناس في القديم يموتوا من الجوع، وإذا بهم في العصر الحاضر يموتوا من الشبع. نعم والله صح. متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار، أكل الحمار، ويرقص في الناس حتى يقع؟ لماذا؟ وقالوا: سكرنا بحب الإله. قال: لا، وما أسكر القوم إلا الشبع القصر. تهان مساجدنا عن ذاك السماء، وتكرم عن مثل ذاك البيع. ما يمكن أحد يتراقص هناك عندهم، لكن هنا في المساجد يدعون أن هذا هو الدين، رقص. فيا للعقول ويا للنهى، ألا منكم منكر للبدع؟ قل: بلى منا. نعم.